سبيسيالمون رجال الكبار ونساء الكبار نقول لهم ربي يشدكم بصحتكم انتوما. نورت الدار ودار بلاش كبير كيف ما يقولوا راهي ديما ما تسوى حتى شيء، خاطر الكبير بنصيحته بوقفته معانا بخبرته برشا برشا حاجات الكبير بركه الدار. على هذيك نحب نحكي على اختراع اكيد الكلكم شفتوه على الفيسبوك وليزانترنوت تداولوه برشا، اختراع نتاع روبو اسمه ريد روبي. الروبو هذا يعاون الكبار في السن اللي يعانيوا من مشاكل النسيان، يفكرهم بدويهم، يفكرهم باش يشربوا دويهم، برشا حاجات هكايا بالحق كيف نراوها نفرحوا خاصة وقت تكون بأيادي تونسية. على هذيك عندي تليفون من كندا مع بنوتة محليها اسمها آية العفيس، هي اللي عملت الروبو هذيا اللي سميته ريد روبي. قبل كل شيء نحب نقول لك عسلامة ونهارك طيب. عسلامة وفاش مرحبا بيك يا أيوتا. عايشك عايشك وبيك اكثر، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه ديوان فهم. نورتنا يا لاله. ساعه قبل ما نسالك ميرسي بوكو، شنو هي الاجواء في كندا؟ شنحويلكم مع الكورونا؟ والله لاباس الحمد لله. الحق معناها احنا الفاكسيناسيون قاعده تمشي مليح، و بروشينمون جوغي الدوزيام دوز ان شاء الله نتاع الفاكسين تاعي. الحمد لله معناها probablement باش يحلوا لي فرونتيير و سا فا اتر معناها بلوس غولاشي كو معناها قبل. الحمد لله الحمد لله ربي عقبه لينا احنا زيدا في تونس، احنا ماشيين ديقة ديقة بخطوه السلاحفات في الفاكسان احنا. امين امين يا ربي. بيه لاله قبل ما نحكيو شويه نحبك تقدم لي روحك. ايه العفيس شكونك بالضبط وشنو اللي خليك تصنع الروبو هذا وكيفاش عملت؟ تحكي لنا شويه على روحك. داكور باه. انا شابه تونسيه اصيل في ولايه الساقس. اي نورتنا. عمري 25 عايشك وقتي. عمري 25 سنه. توا كيف ما قلت انستالي في كندا، نقرا في الميتريز اون سيونس ابليكي في اليونيفرسيتي دو مونكتون انوفو برانزويك و ا مونكتون، ونخدم زاد اون باراليل اسيستون دو ريشيرش في روبوتيك اندستريال في لابوراتوار اسمه روبوتيك الكترونيك اي اندستري 4.0. بالنسبه للمشوار الدراسي نتاعي قريت في مدرسه الباشا في ساقس، وبعد ليك مشيت قريت في الكوليج بيلوت ساقس. ديجا كانت اول بروموسيون معناها نتاع كوليج بيلوت. ابخي توجهت لليسي بيلوت ساقس زاده بروموسيون 2014، وقت خذيت دبلوم الباك نتاعي او ماتيماتيك. نحب ياسر المات. واضح. وفي البيريود نتاع الكوليج والليسي شاركت في برشا مسابقات نتاع جيمناستيك، وكنت ياسر مغرومه بالدومين هذايا وباللي كومبيتيسيون وكل. وفي نفس الوقت ملي انا صغيره كنت نحب نكون مهندسه كيف ما بوبا انجينيور جيولوج. ديجا نوجه له تحيه كبيره برشا. يوم عيد الاباء حيي بوك ويعطيه الصحه زيدا اللي وصل صغار وهكا، وتحيه لكل اب يسمع فينا مره اخرى. يعيشك. اما الغرام نتاعي كان بالدومين نتاع الروبوتيك، ملي انا صغيره نحب نبرمج نفهم الحاجات اللعب الالكترونيك كيفاش يخدموا. وبعد الباك توجهت للينسات، ونحب برشا الينسات، ونوجه زيدا تحيه للعباد اللي يقرا والا يخدموا في الينسات. غادي كتخصصت في الشعب نتاع الانفورماتيك اندستريال اي اوتوماتيك اعلاميه صناعيه واليه. وبيان سور باش ناخذوا معناها ديبلوم دانجينيور من اي انستيتيو ولا ايكول دانجينيور في تونس، لازمنا نعملوا البروجي دو فان ديتود ستاج ذايا اللي بعد ما نعملوا سوتنونس باش نجموا ناخذوا الدبلوم نتاعنا. دوكو البروجي ذايا اللي سميته ريد روبي كان في اطار الستاج نتاع البروجي دو فان ديتود نتاعي. برافو عليك. باهي تحكي لي شويه على البروجي نتاعك اللي هو ريد روبي سميته. باهي احكي لنا شويه عليه. داكور. بالنسبة للبروجي سميتو ريد روبي بالعربي تعني الياقوت الأحمر، على خاطر نحس حاجة ياسر غالية على قلبي. هو بازي على البرانسيب نتاع لامبريسيون 3D، تباعة ثلاثية الأبعاد. تصميم ميكانيكي الكتروميكانيك، فيه دي سيرفو موتور باش ينجم يحرك لي زارتيكولاسيون نتاعو كيف ما العبد بالضبط. لي فونكسيوناليتي نتاع الروبو هذا ينجم يجاوب العبد الكبير يبدا قلق ولا عنده تساؤلات يحب يعرف الطقس.
الوقت حتى غاديو والا اي حاجه تجي على باله ينجم الغبو هذا يمشي يلوج المعلومات في الانترنت ويجاوبوا بهم. حاجه اخرى ينجم يفرق بين العباد الكبار، مثلا يبدا في دار فيها زوز عباد ينجم يفرق بيناتهم، ينجم يعرف الاشياء في المحيط نتاعو، ينجم كيف ما قلت لك يعمل دي موفمون ميكانيك ابار انه يحفظ الدواء ويفكر العبد كان عنده غابيل والا الارم نتاع حاجه ما يحبش ينساها في النهار، دونك الغبو ذي كيف هو معناها يبروغرامي ميم با يبروغرامي، هو جوست يقول له مثلا سيت الارم ولا ريمايند مي باي حاجه هو باش يحفظها وبعد ليك يفكروا بها. برافو وعايشك. والحاجه الاخرى اللي هو ينجم يكوموندي دي زاباري الكتريك موجودين في الدار نتاع البيرسون هذيا باش يخليه مرتاح، كيف ما مثلا يشعلوا الضوء ولا ياجستيلو التمبيراتور نتاع الشوفاج الكليماتيزاسيون ولا يسكر باب ولا اي حاجه باش تخلي العبد يحس بروحه بلوس اليز. هي البرشا الروبو هذيا ايا باهي. قول لنا ساعه انت ناويه ان شاء الله تزيد تطور الروبو هذا تزيد تخدم عليه اكثر والا ناويه تمشي للبروجي واحد اخر؟ باهي انا توا بطبيعتي نخدم على بروجي اخر في الروبوتيك اندستريال، نخدم على لي روبو كوكا اللي هو ذي لو بروجي دو ريشيرش نتاع البروغرام دو ميتريز نتاعي باش نجم ناخذ الشهاده من هنية. باغ كونتخ ريد روبي انا حطيته كهوايه كل ما عندي وقت فراغ بيان سور ديما نلوج كيفاش نجم نطور الحاجه ذي، خاطر نعرف اللي توا خرجوا دي تكنولوجي جدد وكل، وديجا في لابو نتاعنا ان شاء الله في الصيف الجاي باش اون بروبوز معناها ان ستاج للعباد الانتيريسي باش معناها يقع تطوير الخدمه هذيا، وبيان سور انا باش نكون ديريكتومون امبليكي في الحاجه هذيا. دونك نحب نقول للعباد الكل اللي يلوجوا على اللي عام الجاي معناها اون اني تيرمينال دانجينيوري باش ياخذوا فكره على البروغرام اسمه ميتاكس جلوبال لينك اللي يخليك تنجم تدخل في البلاتفورم سور انترنت tu peux voir هكا ان بو دون لو كندا سي كوا لي بروجي، انت شنيا تحب شنيا الموجود وتختار تعمل عندها دي شوا نتاع لي بروجي اللي تحب تخدم عليهم في البي اف ام نتاعك. ابخي معناها اذا الدوسيي اكاديميك نتاعك والسي في ولي زاكتيفيتي نتاعك معناها بوف انتريسي لي بروفيسور سوبرفيزور ينجموا كيف ما صار في الكام تاعي انا يكونتاكتيوك ويحكيو معاك وتتفاهموا معناها، وبعد لي كتجي تخدم هنية والبروغرام هذايا معناها يوفر لك بورس باش تنجم تعيش بيريود ستاج. دونك بالحق معناها اي عبد انتريسي باش يخرج للكندا ولا يعيش اكسبيريونس كيف ما هكا ولا في اي مجال اخر ننصحه باش ياخذ فكره على البروغرام هذا. ميتاكس جلوبالينغ هكا اسمه ايه؟ ميتاكس جلوبالينغ. جلوبالينغ. ميتاكس ام اي تي ا. واضح واضح نسمع فيك. اوكي. هذا معناها نحب نقولها خاطر فما عباد ينجم تتبدل حياتهم كيما في الكام تاعي انا جست معناها بوبورتينيتي كيف ما هكا. يعطيك الصحة أي العفيس. قبل ما نختم ناوية ترجع إن شاء الله لتونس خاطر احنا نحبوا الخبرات نتاعنا اللي كيفك واللي منورينا يكونوا زاد عنا، احنا ما نحبوش خيرنا يمشي لغيرنا يا أي. اي جو كومبخون بالحق أي. انا بيدي معناها نحب تونس برشا وان شاء الله معناها ان جور بيان سور باش نرجع لبلادي ونفيدها، حتى نجم ان شاء الله معناها كان قدمت في الدومين نتاع الروبوتيك وكل بوركوا معناها واحد ما يعملش بروجي والا يجيب فكره جديده والا حاجه تنجم تحسن حياه العباد. دونك بيان سور معناها ديما تونس في قلبي، ديما نخمم فيها. جوست توا معناها بديت في البروغرام نتاع الميتريز لازمني نكملو جوسكو بو وان شاء الله ربي معايا. ان شاء الله ربي يوفقك ايا العفيس. فرحت برشا بالتليفون هذيا. ايا للناس اللي تبعونا هي المخترعه نتاع الروبو اللي سميته ريد روبي، ان شاء الله ترجع لنا باختراعات ما اكبر وما اهم يا ايا وتكون بحذانا لهنا في ديوان افهام. ما بقى لي كان نقول لك ان شاء الله نهارك طيب وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك.
يعيشك انتم زيدا. يعيشك يعيشك. بون جورني الناس اللي تبعوا فينا. هاكم تشوفوا ساعات واحد يبدا عنده غرام من الصغرى تبع صغيرك، بارفوا يبدا هكا برباش يحب يعمل حاجه، تبع صغيرك افهموا شنو يحب وامشي معاه بالخطوه بالخطوه حتى يوصل للي حاجته بيه. احنا مازلنا مكملين معاكم، مازال تقريبا البيع ساعه في حصتنا لليوم سونتي ماغ، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بها. ما تبعدوش لبعيد، الناس اللي تخاف هكا من السيغ بوا